سلام الله عليكم داود يا الكسو دوادا وركا تلفزيون كصومالي كابل ودي كاي ماني استوديا تلفزيون كو كل ياي مجلة مقدشو وحيدين ورما يا نيجو عبد العزيز ريالي خذ بضاعة كدا وان دون تانا وحا قايب كانو قنيا وسيركا وسارد الرمها دي بدا حكومة دا فدرال كصومالية ايام مدعوينها الصومالية كومة تليا الشركة ودمضا جامعة دا عربتا كاسي وكفر ميا مقالة تونيز اي دالك تونيسيا الشركة هرومارين تقرشها قرنكا ايا لغسو قبا قبايي مقالة قروي مدحوين كوحيقينكا سومالي لان اي مسؤوليين كري ايا بويدا بيا ادري اباريقا سومالي لان اولا امسان يهي ان هراد اوكا تاقين يهي قولها وكيلة بودلان ايا ماانتا ميل مريي ميساني يدا sagaalka bil ee soo socota oo ay xukuumadu u gudbisay tan iyo markii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu sheegay in howlgal laga sameeyay gudaha magaalada Muqdisho suuragalna ay tahay qaar kamida wadooyinka Muqdisho inay xirmaan ayaa hadaba qaar kamida dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxay ka hadleen aragtidooda ku aadan in la xiro wadooyin cusub kuwaas waa qaar kamida qodobada warka telefishinka Somali Cable u diyaar garooba isagii oo dhameystiran balse qadar adeega bulshada.